كان في لحظات وصول اسمعني خويا هلا وجه شي كيف هالشي سمحوا لنا تسليس ياسر وخا بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلى راجعون أشهد أن لا إله إلا الله وإن إليه راجعون هذه لحظات كنا الراحلة إن لله وإن إليه راجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دنا بحضور شخصيات سياسية وزنة السيد رئيس الحكومة عز أخنوش وشخصيات أخرى في اللحظات تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم عندك غير شويه قال يا لتقوي
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من هديه من دون سبب وما كنا مسلمين كانت إلا صحة واحدة بيتا خامدون يا أخرس الحلقاء آياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أن يرك من يأخذهم من قرون أنهم إليهم لا يرجعون كلما جميع الذين مختارون ألا يتلهم لهم الميتة وحيناها وأخذنا بها حبة من ياكلون وكان فيها جنات من نخيل وأعناب وارزقنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تملك الأرض ومن ينفسهم ومما لا يعلمون وسويس في صدور الناس من الجنة والناس الرحيم ملك يوم الدين نعبد وإليك نستعين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام كما كنقولوا اخرتها موت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يا رب
يا رب. يا وظلام الليل له طرق حتى يغشاه وسحاب
Thank you.
بركته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. إذن مشاهدينا الكرام تم دفن الراحلة ليلى مزيان زوجة الملياردير عثمان بن جلون. حرمة سيدي دفن مسكينة عند الله. البركة في راسك إذن كيف ما شفتوا معنا حضور رئيس الحكومة عزيز أخ نوش اللي حضر ماشي معك فين كاين المشكل. مرحبا